ونود أن نمشي مع أعضاء مجلس البرلمان لكي نسير معها إلى مجلس العموم، وسيرسل ذلك، سيوجه رسالة واضحة، لأننا نتوقع منهم أن يقوموا بواجبهم. اليوم سوف أصوت لمرشح أعتقد أن لديه القدرة على الحكم ولديه القيم للقيام بهذه المهمة الجديدة، والذي يعتبر قيادة أو رمزا للقيادة الجديدة. لكن إذا أردتم أن تستفيدوا من التغيير ينبغي أن تكونوا جاهزين. القليلون الكثيرون يقولون أن أندريا يمكنها أن تكون مرشحا قويا، ويمكنكم أن تفعلوا ذلك عندما تكونوا جاهزين. إنها جاهزة لكي تكون زعيمتنا ورئيسة وزرائنا. هي جاهزة، لكن هل أنتم جاهزون لها؟ لا أستطيع أن أسمعكم. هل أنتم جاهزون؟ أيها السيدات والسادة، وزير وزرائنا القادمة أندريا ليتسم. شكرا لكم جميعا لقدومكم هذا الصباح، وأود أن أبدأ بأخذ لحظة لتذكر من لقوا حتفهم في 11 عاما. أفكارنا معهم ومع أسرهم. لا ينبغي أن ننسى أبدا كم هي ثمينتنا الديمقراطية. في مجلس العموم أنا وزملائي نحن نمارس حق الديمقراطية لاتخاذ قرارات هامة جدا. سوف نختار عضوين للتجوال في أنحاء البلد حتى تتمكنوا من اختيار من سيكون رئيس وزراء بلدنا. إن هذا الشخص سوف يواجه تحديات كبيرة، وأود أن أقول لكم لماذا أريد أن أقود هذا الحزب، ولماذا أريد أن أقود هذا البلد العظيم. أنا متفائلة وأعتقد أنه يمكننا أن نكون أعظم أمة على وجه الأرض. كما أن نظهر أن بريطانيا أو المملكة المتحدة مفتوحة على العالم، وسوف نمد أفقنا. الازدهار ينبغي أن يكون هدفنا وليس التقشف. أريد أن أنشر الازدهار في كل ركن من أركان بلدنا، وأن أخلق مواطن عمل جديدة، لأننا نريد أن نساعد ملايين مواطنين الذين يخشون أن زعماء بلدهم لا يهتمون بشأنهم. هؤلاء الناس الذين يعتقدون أن مدراء الأعمال الكبرى لديهم رواتب لا علاقة لها بما يقومون به من عمل.
وأقول لجميع هؤلاء أنا معكم وأريدكم أن تتقاسموا معنا مستقبل العظيم لهذا البلد. أود أن أرى تدريب برامج تدريبية أفضل ورواتب أعلى للكثيرين. أريد أن أقود هذا البلد حيث يستطيع كل من له تطلعات أن يحقق أحلامه. أول مهمة لي ستكون أن نظهر ما هي عظمة إمكاناتنا كبلد لنقضي على التشاؤم. حاكم محافظ بنك إنجلترا مارك كارني قال إن المملكة المتحدة يمكنها التعامل مع التغيرات وهي أحد الاقتصادات الأكثر مرونة، ويمكن أن نعتمد على الموارد البشرية والمؤسسات بمستوى عالمي. شعبها ينال إعجاب جميع البلدان الأخرى. السؤال هو ليس إن كنا سنتعامل مع التغيرات، لكن بأي سرعة وبأي جودة. ولذلك نحن نحتاج خطة واضحة. هو محق تماما. اليوم أريد أن أتحدث إلى الأسواق وكذلك إلى الأمة. لا أحد يحتاج إلى أن يخاف قرارنا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. سوف نقوم بذلك بطريق بعناية حتى نضمن ونطمئن الأعمال التي تخشى التغيير. سوف نحرص على مواصلة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وكذلك مع أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل ثنائي، ولكي نبرم اتفاقيات تجارة جديدة مع بلدان في مختلف أنحاء العالم. هناك عمل كبير ينبغي القيام به، لكننا سنطمئن مجموعاتنا في بلدنا. وبالنسبة للهجرة نريد هجرة عادلة ومنظمة لمن هم موجودون هنا ولجميع المواهب الموجودة في العالم. أنا لن أستخدم حياة الناس للمساومة. الناس يحتاجون إلى اليقين وسيحصلون على ذلك. أنا أقول لكل من هم هنا قانونيا أهلا بهم ومرحبا لكي يظلوا هنا. نحتاج إلى اليقين بالنسبة للمزارعين والجامعات والآخرين الذين يحصلون على أموالنا من خلال الاتحاد الأوروبي. اليوم نقول إن الحكومة البريطانية سوف تقدم لكم نفس الأموال عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي. ونريد أيضا اليقين بالنسبة من يريدون أن يسافروا للدراسة أو للتعاون مع القارات الأخرى. ستكونوا أحرارا لتفعلوا ذلك.
لكن العمل الرئيسي لرئيس الوزراء الجديد هو أن يضمن استمرارية نجاح اقتصاد بريطانيا. ويمكن أن نرى أن التوقعات بالكوارث لم يستثبت صحتها. كان هناك أخطاء في توقع تبعات الاستفتاء. لكن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني جيد بالنسبة للصادرات، ويمكننا أن نستورد أقل أيضا وننتج أكثر. فوتسي 100 أصبح يتم تداوله بأسعار أعلى. مستوى اقتراض الحكومة تراجع، وكثير من السلع موجودة بنفس القيمة، وقد تراجعت بعض المؤشرات بأكثر من 40%. And our valuable financial services sector. وخدماتنا المالية ازدادت بباركلي وHSBC رؤسائهم، التي تقول إن مخططاتهم تتمثل في البقاء مع بريطانيا وفي بريطانيا. سوف أعمل دون كلل لطمأنة المستثمرين بأن المملكة المتحدة مفتوحة للأعمال ومكان رائع لتوظيف الناس. وعندما ننظر في أرقام ما بعد الاتحاد الأوروبي سنرى نمواً متزايداً، وسوف نرفع رواتب وأجور الناس ونعترف بواجباتنا نحو الناس. إن سياستي ستكون واقعية، أو صوتي سيكون واقعيا ومتفائلا. لدينا مستقبل رائع أمامنا. نحتاج إلى أن نتحد وأن نكون إيجابيين وأن نستفيد من قوتنا الكبيرة. نحن إحدى أكبر القوى الاقتصادية في العالم، وعقودنا وأنظمتنا القانونية فريدة من نوعها وتدفع على الثقة. نحن جزء من الكومنولث، حيث يوجد ملياران وثلاثمائة مليون من المستهلكين. لدينا علاقات تجارية تاريخية مع العالم، ومن السياحة إلى برامج الكمبيوتر إلى الخدمات المالية إلى الصناعة. لدينا الكثير مما يمكن أن نقدمه. هذا هو البلد الذي أعطى العالم الديمقراطية البرلمانية وحق الملكية واللغة الإنجليزية والسوق الحرة. نحن أناس متميزون، ولدينا الكثير مما يمكننا أن نقدمه أيضا. لذا أنا هنا اليوم وأريد أن أقول لكم لنتحد، ومعا يمكننا أن نكتب صفحة جديدة في التاريخ، صفحة الازدهار والتسامح والأمل. شكرا لكم.